اكتشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يفكر في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول في عام 2022. وقال كلوب في مقابلة نشرتها مجلة كيكر الألمانية يوم الاثنين: لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن، ولكن مشكلة واحدة تواجهني، وهي أنني لا أستطيع تقديم القليل، فأنا إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم أي شيء. وأضاف: وإذا رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك سأتوقف لمدة عام، وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار. كان كلوب صاحب الاثنين والخمسين عاما قد تولى تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 بعقد مدته 3 أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى نهاية يونيو 2022. ونجح المدرب الألماني في قيادة ليفربول لمنصة التتويج بدوري الأبطال الموسم الماضي، وذلك في ثاني تأهل على التوالي للفريق إلى الدور النهائي، وقادوا خلال أغسطس الجاري للفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي.